السلام عليكم طلاب، اليوم رح ناخذ كيفية إضافة التيبل والليست إلى صفحة الويب. نجي أولا خلي نشوف التيبل من شنو متكون. التيبل كلنا نعرف بشكل البسيط متكون من عدد من الرو وعدد من الكولوم. أول رو يمثل لي الهيدر سيل اللي هي عنوان محتويات الجدول. أي سيل تحتوي على أي شيء سواء تيكست أو نمبر تعتبر هي مكونات أو الداتا البيانات الخاصة بالسيل. الأسطر هذه هي الرو. إذن أنا راح أتعرف على مجموعة من التاجات الخاصة بتكوين التيبل. طبعا التاج الرئيسي هو التيبل وينتهي بسلاش تيبل. نفس التيبل إلى أتريبيوت وكل جزء من عنده حتى أجي أبرمجه أيضا عنده أتريبيوت. التي آر يمثل لي تيبل رو. كل ما أريد أضيف رو للتيبل راح أخلي تي آر وأنهي بسلاش تي آر. التي إتش معناها تيبل هيدر. هنا الهيدر الخاص بالتيبل وعادة يستخدم مرة واحدة إلا إذا عندك تصميم لهيدر داخلي. التي جي تيبل داتا اللي هي تخلي لي البيانات داخل السيل داخل الخلايا. راح نشوف شلون نشتغلها. الكابشن ممكن استخدم كابشن ممكن استخدم تايتل المن للتيبل. خلي نشوف التاجات هسه حكينا عليها. تاج العام للتيبل تيبل بعدين نجيب تاج سلاش تيبل. راح ناخذ هذا البرنامج البسيط او التصميم البسيط للجدول. جدول متكون من كولومين وثلاثة رو صح؟ لكن بدون أي حدود بدون أي هدر. يعني ما عندي فجر رو يقول لي هذا الكولوم شي مثل لي. مجرد بيانات متشكلة على شكل جدول. لاحظوا هنا بعد كلمة table بدينا مباشرة ما نطينا هدر بدينا مباشرة بتكوين أول رو. فكل ما أكتب tr وأنهي بسلاش tr رح يتكون لي رو. داخل هذه التاجات الاثنين رح أقدر أخلي البيانات اللي أريدها. هنا إحنا خلينا data 1 data 2 اللي هي هذا الرو الأول. هنا هذا الرو الثاني ويمثله والرو الثالث. هذا الجدول بأبسط صورة. خلينا نجي نضيف له بعض الستايلز أو بعض الأتريبيوت باستخدام طبعا ال HTML. نجي التيبل نفسه راح أخلي له بوردر أخلي له حدود. فراح أكتب كلمة بوردر اللي هي الأتريبيوت مالتي تساوي وبين دبل كوتيشن الفاليو قيمة الثيكنس اللي أريدها للبوردر. هنا راح أضيف أيضا تايتل. إجينا نطيت H3. ليش H3؟ تتذكرون أول ما أخذنا من H1 إلى H6 كيفكم؟ هنا الحجم الخط التشيكس اللي يرجي تكتبه حسب تصميمكم أنتو. أنا هنا اختاريت مثلا H3. لاحظوا إيش بديت حتى أخلي التايتل. بديت سويت نانا سال التايتل TH اللي هي تيبل هيدر. التيبل هيدر هستخدمه هنا مرتين. مرة للتايتل التايتل نفسه أخلي بهيدر ومرة لا للكولومات. وهسه راح نشوفه. هنا خلينا كول سبان يعني شنو؟ يعني هذه عدد الكولومات جاي من كولوم. عدد الكولومات خليت بين دبل كوتيشن 2 قيمة فاليو. ك
كم كولوم عندكم تردون؟ 2 3 4 شو حسب عدد الكولومات مالتكم؟ احنا راح نخلي العدد هنا لانه محدده، يصير عندي كولومين فخليت 2، معناها راح ياخذ التايتل وتحت التايتل مباشره يقسم لي 2 كولومين. اجي بدا التي ار اللي هو شنو؟ رو، هو صح هدر، هذا راح اسميه كولوم 1 كولوم اي سوري كولوم بي، لكن هو اساسا رو، فهذا الرو خليته كهدر تي اتش تيبل هدر كولوم اي اند كولوم بي. بعدين بديت انطي وراها البيانات، معناها ايش راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي الكولوم اي تحت داتا 1 وداتا 3، كولوم بي راح يطلع تحت داتا 2 وداتا 4، يعني محتويات الكولوم اي هي اول بيانات بالسطر، وكولوم بي هي ثاني بيانات بالسطر، وهكذا اذا كان عندي اكثر من كولوم. بالنتيجة من النفذ هذا راح تكون راح يطلع لنا الجدول التالي. هنا نلاحظوا البوردر مالتي اللي أخذناه للتيبل استخدمناه، هنا تايتل، هنا كولوم A وكولوم B، ونطاهم الثيكنس الخاص بالهدر. لاحظوا هنا كل المحتويات اللي بالسيلز واللي من ضمنها الهدار الالاين مالتها ليفت، يعني از ديفولت، لان احنا نكتب بالانجليزي فاكيد من اليسار. خليني نتلاعب شويه بهاي الاتريبيوت، نجي راح نشوف عندي اتريبيوت جديده اللي هي الالاين واخرى الويدث. الالاين تنطيني محاذاه التشيكس مالتي وين اريده، ليفت رايت لو سنتر. الوث اللي هي عرض الخلايا الخليه بالتيبل، واللي هنا نلاحظه هنا از ديفولت حسب الحجم التكست مالتي راح يصير الجدول، كاتبين اكثر راح يعرض وياه، اقل يصير اقل حسب حجمه، يعني اللي احنا نقول عليه از ديفولت حسب حجم التكست. هنا لا، انا قلت مهما كان حجم التكست انطيني الويث دائما يقاس بقيمه بالمية، معناها فد 25% من الشاشه، 50% من الشاشه، 75% من الشاشه اللي اذا يظهر عليها صفحه الويث. هنا أنا البوردر انا بقيته 5 نفسه، الويث سوينا هنا اللي تحتها خط هي الكود الجديد، الويث سوينا 50%. الالاين شوفوا اي مره رجع الالاين، الالاين اجى لان هنا تايتل اكيد راح يكون هو بالوسط، هو از ديفولت بالوسط، اجى الالاين عليه من نشتغل، اشتغلنا على الهيدر مالتي، تتذكرون هنا كان باجي من اليسار مو وسط، هنا لا خلينا وسط لان الالاين سويناه سنتر. هنا ما اشتغلنا عليهم الالاين، بقى نفس المحاذاه مالته اللي هو من اليسار. نرجع بعد تنفيذ هذا الـ الكود، طبعا ضفناه للكود الاول، يعني كل مدى انطيكم ليضاف تلقائيا، اضيف تلقائيا الى الكود من البدايه الى ان وصلنا الى هذه النتيجه. خلينا ناخذ الليست وبعدين كليتها نخليها بصفحه واحده، وطبعا طلاب هذه كليتها معلومات تتجمع عندكم وتضيفوها الى الايمج واللينك والخواص الاتريبيوت الخاصه بالتشيكس والكلر. نجي نسوي لنا الليست. الليست هو عباره عن شنو؟ عن عمليه تنقيط، اريدها منقطه بأوردر، معناها متسلسلة 1 2 3 A B C D أو an order. من استخدم التاج
الخاص بالان اوردر راح تظهر لي النتيجة التالية. اولا خلينا نشوف شلون نستخدمه. عندي UL يعني ان اوردرد ليست، يبدي تاج وطبعا ينتهي بسلاش UL. بداخله اكو تاج اخر اسمه LI. ال LI معناها الليست. شنو اني بالليست مالتي؟ شنو عندي؟ عندي كافي والتشي والميلك. كل ما اريد اضيف item للليست راح اضيف li معناها list item. ماشي؟ فهنا انا عندي بابسط صوره اللي هو ال unordered list coffee tea milk، ونهينا مثل ما ننهي التاجات الباقيه بال html كانت النتيجه هذه. خلينا نشوف الاوردر شلون يشتغل. الاوردر ليست من اسمه OL ordered list، اكو بي انواع، يا اما اخذ ارقام، يعني مثلا اذا كتبت OL وهذا الاتريبيوت مكتبته ومباشرة غلقته للتاج راح ياخذ لي 1 2 3 as default رأسا، لكن انا لا هسه اريده مو 1 2 3 بشكل المتسلسل، لا اريد التسلسل يكون على شكل احرف، فراح اقول له او ال تايب يساوي دبل كوتيشن اي. كتابه الاي كابيتال راح تنكتب كل الليست مالتي كابيتال، كتبته سمول لتر كلها راح تنكتب سمول لتر. طبعا طلاب اتمنى انه تنفذون هذا الكود اللي أخذناه اليوم اللي هو التيبل والليست مع المحاضرات اللي فاتت، وترسلوها على الإيميل اللي انطتكم إياها بالبروفايل. النتيجة النهائية لما نضيف التيبل سوينا قبل شوية مو، والليست هسه سويناها، النتيجة النهائية راح تكون هذه. شو استخدمنا هنا؟ قلنا خلني نرجع قبل شوية، قلنا عندنا ستايل، عندنا اتريبيوت أخذناها من بداية المحاضرات، مجرد جبت استفاديت من عندها وضفت، قلت أني أريد الهيدر مالتي بلون آخر، الليست هذه كل واحدة أريدها لون، ضفت ستايل المن، ضفت ستايل للتي آر اللي هي تيبل رو الخاص بمن بالهيدر. ماشي؟ قلت له اريده ريد. هنا قبل هذا الليست اللي هو الان اوردر ضفت، بتلاحظون يو ال بالان اوردر ضفت له ستايل الكلر هو بلو. اي ستايل عندكم تريدون تضيفوه ممكن تضيفوه حسب حاجتكم بالتصميم. طبعا اشكركم واتمنى انه ترسلون التصميم مالتكم الى حد هذه المحاضرة. شكرا لكم.